وهنا في نقطة المصنع، هذه النقطة كانت قد أغلقت مساء أمس وعود افتتاح المصنع، النقطة الحدودية الوحيدة التي يمكن للسوريين العبور عبرها عند الساعة 8. وبحسب الأرقام الرسمية حتى الآن تمكن من الدخول إلى سوريا 1500 سوري، ولكن هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع خلال الساعات المقبلة والأيام أيضا المقبلة، لأنه بطبيعة الحال يعني السوريين عليهم أن يتحضروا للمغادرة، أن يفهموا ما الذي يحدث بالداخل. وما شاهدناه اليوم أيضا بأنه أغلبية من غادر كانوا من الرجال، وقالوا لنا أبلغونا بأنهم ذهبوا لتحضير ما يعني أسس الحياة اللائقة للعائلات، يتمكنوا فيما بعد من اصطحاب عائلاتهم إلى سوريا. البعض ممن غادر لم يدخل إلى سوريا منذ بدء الحرب هناك منذ عام 2011. في الماضي كانوا يتحدثون عن طلب ضمانات، اليوم يقولون بأنهم لم يعودوا بحاجة إلى ضمانات من أجل الدخول بسقوط النظام السوري، ولكنهم أيضا يطالبون الجمعيات والدولية والمعنية بتقديم المساعدات لتسهيل عودتهم إلى سوريا، خاصة وأحيانا سيكون هناك طلب بدل للنقل وما إلى هنالك. لذلك يطالبون أولا بنقل المساعدات من لبنان إلى سوريا، إضافة إلى تأمين طرق للدخول. أيضا اليوم الجيش اللبناني كان قد افتتح معبرين جديدين في عرسال شرعيين، أيضا لتسهيل مرور اللاجئين السوريين الموجودين في عرسال وفي القرى المجاورة من أجل تسهيل عملية انتقال اللاجئين، وهي نفس المعابر التي كانت تستخدم لدى عودة يعني اللاجئين الطوعية، علما بأنه كما قلنا يعني حتى الآن يوجد الآلاف ممن غادروا 1500 حتى هذه اللحظة على المصنع، ولكن من المتوقع أن ترتفع هذه الأعداد. كان هناك مشاهد احتفالية إن كان في الكرة البقاعية عندما وصلنا إلى المصنع، إضافة إلى مشاهد احتفالية في بيروت العاصمة، تشارك اللبنانيون والسوريون هذه اللحظة اليوم. طب ايضا لربما هناك يعني اسئله تثار هنا متعلقه بانه هؤلاء يعني اللاجئون السوريون الذين يعودون الى سوريا، يعني مثلا من يختم على جوازاتهم، او مثلا من هي الشخصيات او طريقه الاجراءات المتبعه للتعامل مع دخول هؤلاء وتثبيت دخولهم الى الارض السوريه؟ الأمن العام تحدث عن إجراءات سهلها لخروج السوريين من لبنان. عندما سألنا ما هي هذه تسهيل الإجراءات، يعني بأنه إن كان هناك بعض الإشكاليات على الأوراق، بعض الأمور التي كان من المفترض أن تسوى في المراكز الأمن العام في المناطق كانت تسوى هنا على منطقة المصنع. وأيضا يعني هو في الوقت الذي يسهل فيه حركة المغادرين يضع شروط على الداخلين، يمكن فقط لمن يملك إقامة في بلد آخر أن يدخل إلى لبنان، لأنه أيضا كما علمنا بأن عدد كبير من السوريين الذين دخلوا من أجل السفر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، إضافة أنه يمكن للدبلوماسيين أيضا بمغادرة سوريا إلى لبنان. هناك يعني إجراءات ويعني مشددة بحسب الأمن العام على الداخلين من سوريا إلى لبنان بسبب الأوضاع الأمنية هناك. أما حسين على الجهة الأخرى من المعبر، من على الجهة السورية جديد يابوس، بحسب ما علمنا بأنه لا يوجد هناك أي تواجد للقوات التي كانت نظامية التي كانت تقوم يعني ختم جوازات السوريين الداخلين أو أوراق السوريين الداخلين. لذلك يمكن يعني هي هذه النقطة الرسمية الوحيدة يغادرونها ومن ثم يمكنهم العودة إلى سوريا. هل هناك يعني غنوة أي تصريحات أي ردود فعل على الصعيد اللبناني الرسمي بعد يعني كل هذه التطورات التي انتهت بسقوط نظام بشار الأسد؟
الجيش اللبناني كان قد أصدر بيان اليوم بأنه كان قد شدد من إجراءاته على الحدود والمعابر سواء كانت رسمية أو غير رسمية في الشمال وفي الشرق، نظرا للأوضاع الأمنية، تخوفا أيضا من دخول بعض يعني من دخول فصائل مسلحة إلى لبنان. هناك تخوف لدى الجيش من أن يتأثر لبنان بما يحدث في سوريا، لذلك كان هناك بيان تحدث فيه عن تشديد إجراءاته ورفع عدد العناصر الموجودة في تلك المناطق، إضافة إلى أن وزارة الخارجية أيضا كانت قد تحدثت عن اليوم عن أن لبنان يحترم سيادة سوريا، يحترم قرار الشعب، وأيضا يعني يطالب بأن لا يكون هناك تدخل بالسياسة الخارجية لسوريا. غنوة، هل هناك يعني نزوح أو لجوء عكسي بمعنى مغادرة مواطنين سوريين إلى الجهة اللبنانية؟ لم أسمع السؤال جيد، سألت عن النازحين عن السوريين الذين يريدون العودة إلى الدخول إلى لبنان؟ نعم تماما غنوة، هناك يعني من يحاول، نعم هناك سوريين، هناك سوريين يحاولون الدخول إلى لبنان، ولكن كما ذكرت الأمن العام تحدث عن وجود إجراءات مشددة، يعني لا يمكن لأي سوري الدخول إلى لبنان. من يدخل إلى لبنان إما يكون على جواز سفره إقامة في بلد آخر، يستخدم لبنان كترانزيت للذهاب إلى بلد آخر، أو يعني ربما يكون هناك له لديه جواز سفر دبلوماسي أو صفة دبلوماسية، إضافة يعني إلى بعض الحالات التي يسمح بالدخول لها. ولكن بشكل عام وبسبب الأوضاع الأمنية داخل سوريا هناك إجراءات أمنية مشددة على الداخلين. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل إذن من حدود المصنع، مراسلة الحدث غنوة يتيم، يعطيك العافية غنوة وشكرا جزيلا.